بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد القدوس، حسين عبد القدوس ده اسمي الكامل، مقرر لجنة الحريات لنقابة الصحفيين. الإعلان الدستوري هذا القسم إلى قسمين، قسم سيء جدا وقسم يعني ممكن يعدي، يعني قسم سيء جدا وهو سلطات رئيس الجمهورية المتمثلة في إن هو محصل نفسه من أول ما تولى منصبه. الأمر الثاني السلطات اللي يقول لك إن هو ممكن يعمل أي حاجة طالما الثورة في خطر. هذا كلام خطير طبعا غير مقبول، وهو السادات استغلها في 81 لاعتقال أعدائه. ده مفروض، أنا قعدت 10 سنين ضد مبارك، أكتر من كده كمان، عشان ما يجيش واحد تاني يجيب سلطات زي مبارك. لا خالص، يعني هو ده الموضوع الأساسي بالنسبة لي يا جماعة. إحنا مش هنسمح مبارك تاني، إحنا لن نسمح مبارك تاني. فإن هو يقول محمد مرسي مبارك عيب، ما ينفعش كلام محمد مرسي مبارك، ما مرسي في ثورة إمتى؟ لا، المحاكم الخاصة مش هتعيد محاكمة الناس المسؤولين إلا إذا في أدلة جديدة. يعني هتحاكم ايه؟ هتحاكم ناس واحد حاكم وخلاص، تحاكم وخلص. ثورتنا دي تميزت بحاجه بعيد مختلف عن كل الثورات، وهي ايه؟ ان هي مشيت في القانون الطبيعي، مشيت في القانون الطبيعي. يعني رفضت المحاكم الخاصه، ورفضت السلطات الاستثنائيه، ورفضت الاستبداد السياسي، ورفضت ايه؟ فمحاوله ان يبقى في استبداد سياسي اسف مرفوض. الانتظارات السلميه والمجالات السلميه ضروريه جدا، لكن حكايه يعني الواحد يحترس جدا من العنف، العنف ان هو في ناس عايزين جرجرون العنف. اخطر مرحله بمراحل الثوره هي دلوقتي. ليه بقى؟ لان قبل كده كان القوى الثوريه او اللي بتطالب بالتغيير كانت هي لوحدها في الشارع. دلوقتي بقى الوضع مختلف، دلوقتي ان هو في الاخوان في التغيير الديني كله. فانت كده، وبعدين بقى يوم الثلاث هينزلوا دور في ميدان التحرير ودور في ميدان عابدين. لا، لازم تجبر الراجل ده ان هو يشوف له حل في موضوع العلم الدستوري. يعني مرسي اخطا خطا كبير قوي يوم ما هو خاطب الناس، يعني خطب من قصر التحديه، هو بيخاطب الشعب. يبقى تروح اذاعه وتلفزيون انت بتخاطب الناس كلها، بتخاطب مصر، لكن انت بتعتمد على انصارك، بتوع التحرير يعتمد على انصارهم. يبقى معنى كده ان في حرب اهليه، ومعنى كده ان البلد يعني لا قدر الله يعني هتروح طريق وحش. دلوقتي في قوه قدام قوه، ده ليس لمصلحه مصر. في كتله ثالثه اللي هي بعيد عن هذا الموضوع كله. في كتلتين، كتلة الإسلاميين وكتلة الغربية. في كتلتين هي كتلة الغالبية الصامتة، هم الناس اللي بعيد جدا ومدائين جدا من الثورة أساسا، ما معطلهمش حاجة. الكتلة التالتة هي تضم الغالبية العظمى الثورة قامت عشان تؤدي لتقدم في حياته. لم يحدث، لا يتحمل مسؤوليته، كل النظام السياسي يتحمل مسؤوليته. كان المفروض في تقدم في حياه الناس، الناس تحس ان في اي حاجه، فين حد الادنى والحد الاقصى، وفين حاجه الناس تحس بيها. تعرف كان رئيس مرسي عمل الحاجه دي، وليه عمل الاصلاح الدستوري ده او الاعلان الدستوري ده؟ كان الناس ممكن تقف جنبه، ما فيش ناس مش حاسه ان في تحسن في حاجه.